أثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام السابقة تعرض عود الزبن لحساسية خلال إجراء إذابة الفيلر واللي حصل من خلال مضاعفات في التورم بالوجه والشفة. وشفنا كيف تداول الكثير من الأشخاص في المواقع الإخبارية إشاعات تخص الموضوع وكلها أكيد كانت غير صحيحة. طبعا لذلك خصصنا هذه الفقرة للحديث عن أهم مضاعفات إذابة الفيلر والحساسية من هذه الإبر، وأيضا أكيد راح نستقبل وجود أو نستغل عفوا وجودك يا أودي معنا ونتحمد لك السلامة. سلام وألف سلامة عليكي، وهتظلي جميلة زي ما أنت دائما بغض النظر عن أي شيء. وعشان نتكلم بتفاصيل أكثر عن اللي حصل معنا، نرحب بالبداية بالاستوديو بالدكتور صالح الشاطر، استشاري طب التجميل وأمراض الشعر والليزر. دكتور صالح، على فيك لبنى وعلى خودي، والحمد لله على سلامتك خودي. الله يسلم قلبك دكتور. طبعا انا شهادتي في الدكتور صالح طبعا الله مجروحه كلك اكيد يعني انا دائما ما بين يدي امينه زي الله يرفع قدرك. دكتور خلينا نسال في البدايه اللي حصل، ويمكن اتذكر كنت موجوده عندك في العياده قبل ما يحصل هذا الحدث مع اودي بيوم، وكنا نتكلم في موضوع اذابه الفيلر، يمكن كنا مع الزميله كمان رؤى ريان. نعم صحيح. ذابت وأتذكر أنت عطيتها كل الإرشادات والنصائح. إيش اللي قاعد يحصل بالضبط فيما يخص إذابة الفيلر؟ طيب الفكرة من إذابة الفيلر هو إنزيم لإذابة الفيلر، يعني يعمل تكسر على الخلايا الجزيئية اللي مقفل على الفيلر اللي تسبب لنا تكتر. إحنا دائما نقول قبل ما نحقن الفيلر لازم نمنع الأشياء اللي تسبب أصلا تكتره، هو استخدام الطريقة الصحيحة في الحقن، استخدام المادة الصحيحة في الحقن، استخدام أو الوصول إلى الدرجات المحددة في الأنسجة الجلدية اللي نحقن فيها. فأنا أتوقع اللي حصل مع أودي أما كانت يعني طريقة حقن خاطئة أو استخدام مادة يعني من شركة صحيحة ولكن مادة خاطئة أنها توضع بالشفايف أدى إلى تكتلها. ممتاز. المذيب احنا نعرف عالميا طبعا في ألمانيا في أمريكا أنه نعم يسبب تحسس، ولكن درجات التحسس مختلفة بين البشر. بعض الناس يكون فقط احمرار في منطقة الإذابة، بعض الناس الاحمرار لا يمتد إلى خارج منطقة الإذابة يشمل الجسم كامل، بعض الناس واللي هذا صار مع أودي اللي هو نعتبره الدرجة ما قبل الخطيرة واللي نسميه الأنجيو إديما واللي هو توسع الأوعية الدموية اللي موجودة بالوجه اللي حصل عندها في منطقة الشفايف، بعض المراجعات يصير الانتفاخ في منطقة العينين، البعض يصل إلى درجة الاختناق حتى. طيب واللي نسميه أنفلاكتيك شوك، وهنا احنا لازم طبعا نعمل اختبار التحسس. طبعا صار اللي صار مع أودي، صرنا احنا نعاني امس في العياده بعض المراجعات لما طرحت فكره انه لازم نذوب الفيلر، فقالت دكتور أودي، طيب لا اللي حصل مع أودي مو لازم يحصل. صارت مثال يضرب أودي بسم الله، صرنا نتعب انه نقنع الان المراجعين بالاذابه. اللي يحصل انه اختبار التحسس مش دقيق 100%، فحتى لما نعمل اختبار التحسس في بعض المراجعات يستجيبون بشكل كويس، ولكن لما نعمل الإجراء فعلا يصير عملية التحسس. طيب احنا يعني بما ان كمان أودي انت اليوم مش مذيعة، أودي تسمح لي لازم استضيفها. احنا انا مستضيفة الحالة ومستضيفة الاستشاري، فاحنا هنتناقش. أودي بالضبط اشرحي لنا انت ايش اللي حصل معك، انت رايحة وايش اللي حصل؟ انا عارفة اصلا من اول وسبق زي ما قال الدكتور، انا قبل صارت لي حالة اختناق من تذويب الفيلر ومن الفيلر نفسه. فانا عارفة يعني انا رايحة وعارفة انه انا عندي حساسية. انا اللي زعلني الناس ما فهمت موضوع الحساسية، ركزوا بالمادة اللي انا حاقنتها. المادة اللي أنا حاقنتها مرة كويسة، بس كان طريقة التذويب يعني المادة التذويب اللي سوالي هو اللي سبب عندي ردة الفعل. الطريقة وليس الطريقة، المادة نفسها زي ما قال الدكتور، مادة الإنزيم هذا إذا دخل يسبب حساسية. فأنا هذا اللي صار لي، الناس تركوا الحساسية وتركوا الانتفاخ اللي صار لي وركزوا على المادة. صح دكتور؟ صحيح 100%. أنا دائما أسمي، طبعا هي كلها شركات محترمة وهو في غنى عن ثنائي تماما اللي شركة UCL، لكن أنا أسميها بنت للفيلرز. فإذا إحنا أعطيناها سائق غير محترف أكيد أنه حيقطع إشارة، معناته أنه يستخدمها في مكان خاطئ أو أنه يصدم فيها طيب السائق نفسه لأنه غير احترافي، فحيسبب تكتر. ممتاز. كمادة هي ممتازة، وفعلا أودي اللي صار الإشكالية كلها على أودي أنه لا قالت المادة هذه غير جيدة، ولكن كلامها فعلا الناس ما وصلتهم الرساله ان المشكله في المذيب نفسه وليس في الماده. فاتوقع ان الناس حصل عندهم لبس في النقطه هذه. لا وغير كذا دكتور خليني اسالك سؤال، يعني حقن التوسيال سوري يقولون انه حلو في الوجه في مناطق معينه، بينما اذا كان في الشفايف اذا انحقن بطريقه اخرى ممكن انه يهاجر للمنطقه اللي فوق، هل انه هذا بس في التوسيال ولا في كل انواع الفيلر؟ أنا أشوف هجرة الفيلر طبعا هذا مثبت علميا، أوكي
ممكن يحصل مع اي برودكت ولا اي شركه ثانيه من شركات الفيلر. الفكره احنا كيف نحقن صح حتى نمنع الحركه. فتوسيال او اي شركه اخرى طيب عندهم انتاج خاص للشفايف، لانه فيلر الشفايف لازم نكون حذرين انه خفيف جدا ما يتكتل، من مصلحتنا انه يختفي، يعني مش من مصلحتنا انه ما يختفي. لسبب الشفايف هي اكثر منطقه اذابه على مستوى المملكه ان ندوبها بشكل مستمر. فاللي حاصل انه جميع شركات الفيلر تقول انه الفيلر الشفايف يظل 6-9 شهور، ولكن عندي حالات في العياده الفيلر يعني يظل معهم 4 شهور، فهم يعتبرون انه هذا انجاز وهذا شيء كويس، ولكن انا خلاف ذلك، اشوف انه لازم يختفي. فسواء كانت يوسيال ولا اي شركات اللي موجوده في السوق واللي اسمها معروفه جدا، نعم يحكم في الشفايف، ولكن نستخدم الماده الصحيحه المناسبه. طيب دكتور، سؤالي الان، انا اخذت قرار وحقنت فيلر، ايش اللي يخليني اروح اذوبه؟ هل هي عدم قناعه ولا هو اجراء طبي لازم يتم؟ مثلا الحين انا حطيت فيلر في شفايفي. انا اقول سيري اودي السؤال هذا، سؤال موجه لا اكثر ولا يعني لا، احب اسالك وبعدين اذا اودي اكيد عندها تجربه، لانه كثير الان ممكن تجي يقول لك انا متى اذوب؟ يعني ايش اللي يخليني في حاجه لاني اذوب؟ انت لما رحتي ذوبتي اودي كنت تبغي تحقني مره ثانيه؟ كان انا مذوبه عشان ارجع مره ثانيه احقن، عشان ترجع فهذه احقن عند بطريقه ثانيه، يعني انا الطريقه الاولى ما كانت عجبتني، طريقة شكل الشفايف، يعني طريقة شكل الشفايف ورسمة ثانية، لأنه طلع لي زي الشنب من فوق كذا. يمكن الدكتور يلاحظ كثير من المرضى اللي يجون عندكم دكتور أنهم يعانون من هذا الشيء، فهذا المنظر مو حلو. يعني خاصة إذا كانت في إضاءة خافتة، إذا إحنا عندنا زي التصوير، فتبين كذا قطعة زي الشنب كذا طالعة فوق يعني. فأنت كان الغرض أصلا من التذويب أنك ترجعي تعيدي رسم الشفايف بالطريقة اللي تناسبك، غرض شرعي أتوقع مشروع. نعم، هي نقطتين غالبا تصير فيها الإذابة، أولى علاجية من مصلحة المراجع، أنه حتى يعني إحنا نتكلم زي ما قالت أودي مع مساقط الضوء، أنه ما يصير عندنا زي التكتلات اللي موجودة في الشفايف. نعرف أن الشفايف هي أهم لغة تواصل مع البشر، فإحنا نتواصل مع العين وبعض الأحيان نلجأ للشفايف حتى نقرأ طريقة الكلام. صحيح. فبعض التكتلات تكون خاطئة، هنا الخيار علاجي فوق أنه تجميلي. الخيار الآخر أنه من الغلط أشوف خصوصا منطقة الشفايف إذا كان ما زال فيلر متراكم على مدى سنوات أن نحقن فوقه، فهذا معناته تكتل أكثر، معناته نتيجة غير مرضية أكثر، معناته أعراض أو مضاعفات أكثر. فاللي هي سوته نعم إجراء صحيح، واللي أنا أنصح فيه دائما إذا كان في تكتل أو النتيجة غير مرضية، فالخيار اللي هو الإذابة هو الخيار الأمثل في الحالة هذه. في بعضهم يقولون دكتور في خيار ثاني غير الإذابة الفيلر اللي بالإنزيم، في عمليات. أنا يمكن وضحتها شوي، بس يمكن لما تجي منك يمكن التوضيح يكون أكثر فهم للناس. طيب السؤال، هل هو الخيار الأمثل تكون العمليات؟ أنا ضد صراحة اللجوء للعمليات، لأنه أي عملية معناتها في تخدير حيستخدم، معناتها في إبرة حتدخل، معناتها في نسبة نزيف قد تحصل، معناتها في نسبة التهابات قد تحدث، في ريسك أكبر يعني. برافو عليك. فإحنا نميل للأشياء اللي يكون مينيمال انفيزيف، يعني بس ندخل نذوب نطلع نتأكد أن الأمور كويسة. في سؤال أهم من اللي أشوفه الآن أودي، هي عرفت أنه عندها تحسس من الإنزيم، ونفرض انه اي مكان اخر عنده مثلا الوجنات ولا اي ولا الصدغين حابه تشيلها، ما عجبت النتيجه، مع الوقت صار ترهل او خلاف هذا كله، كيف هي تتعامل مع الحاله؟ انا اشوف هذا سؤال جميل جدا صراحه. طبعا في جايد لاينز كثيره، في المانيا عندهم عرف، في امريكا عندهم عرف اخر، ولكن اللي اشوف المنطقي اكثر اللي هو اعطاء كورتيزون مناسب لوزن المراجع قبل الاجراء بنص ساعه. صح، ممتاز. مع ايضا اللي هو مضادات الهستامين غالبا من 10 الى 20 ملي جرام تاخذ سواء حبه او حبتين قبل الاجراء. اللي انا اعمله في العياده اني بعض الاحيان اخلط نفس المذيب مع نسبه مخففه من الكورتيزون في نفس الاجراء. طيب عندي بعض الحالات او عندي مراجعه ايضا الاسبوع الماضي في العياده، طبعا هي عملت اذابه في عياده اخرى فانتفخ الجسم عندها وصار احمرار، فصارت عندها نص الشفايف بارزة نص الشفايف مختلفة لأنه ما كمل الإجراء الطبيب أثناء الإذابة، فصار مثل ما صار معودي تقريبا. المشكلة الزواج بعد شهرين، فإحنا لازم الآن نتدخل، يعني الشفايف غير مناسبة مع التصوير في الزواج مع ظهوره إلى آخر. طبعا. فهنا اللي جاءت اللي هو طريقة الكورتيزون، دمج المذيب مع الكورتيزون، والآن تقريبا عملنا 3 جلسات وأمورها كلها كويسة. فأنا أشوف دمج الكورتيزون أنه يعمل الإذابة تحت تأثير الكورتيزون بالنسبة لك هو الخيار الأمثل في المرات القادمة. لا أنا بالفعل أنا أعطوني كورتيزون قبل، ما أنا داخل أصلا عارفة أنه أنا دكتورة طلعوا الكورتيزون، إيه اهدي اهدي، قلت أنا عارفة أنه فيني حساسية. طب نعمل التست؟ ما في تست. أنا مسوية تقريبا في رمضان إذابة بس ما راح كل الفيلر لانه قالوا انه كانوا ثبات مره قوي. فهذا احس يناسب اكثر شيء البنات اللي يحبون ما يغيرون كل شوي وانه الفيلر يكون ثابت عندهم بالشفايف. فرجعنا مره ثانيه ذوبناه،
فكان قبلها الكورتيزون اعطاني، واعطاني جرعه بعد كبيره من الكورتيزون. وما تاثرتي يعني ستيل كمان تحسستي يعني ما كان عندك الوقايه الكافيه حتى لما اخذت؟ لا تحسست، هو تحسس فيني بس على الاقل الكورتيزون يخفف، يعني مو زي اول مره اخذت لما صار الاختناق. او كانت الجرعه دبل، يعني لو كان وزنك 60 ممكن نوصل الى 100 او 120 حتى. انه في النهايه سؤال، هل التحسس هذا طبيعي؟ طبعا لا. ممتاز، يعني الحمد لله المره اشوفه طبيعي يعني. صرت خلاص من كثر ما انا اذوب صراحه فيلر، اشوف في كل مره يعطوني جرعه ولا ما يعطوني، انا كذا وضعي. بس في مشكله عودي، ردات الفعل دائما مو ثابته، يعني ممكن اي اذابه قادمه تكون رده الفعل اقوى عنف، وهذا اللي احنا نعرفه اصلا، انه في حالات الاذابه من الفيلر اذا كان التحسس الان فقط احمرار في المكان الشفايف او الوجنات، نعرف انه المره الجايه حيكون في الجسم، المره اللي بعدها في الوجه، المره بعدها في الاويه الدمويه. فانا اشوف انه تركيز الكورتيزون عندك المره الجايه لازم يكون اعلى، او انك ما تذوب، يعني ما شاء الله ما انت محتاجه شيء. الحين دكتور يحاول يقنعنا ما نرجع نسوي في المره الثانيه. طيب دكتور خليني اسالك الان عشان نكون اكثر وضوح امام كثير من المشاهدات اللي يمكن ما دخلوا في هذه العمليه، في عمليه تذويب الفيلر، وما يعرفوا مضاعفاتها. انت زي ما تفضلت المضاعفات تتفاوت، الحساسيه تتفاوت. ايش هو الحد الادنى من اشكال التحسس، وما هو الحد الاكبر اللي ممكن يتعرض له شخص عنده حساسيه من المواد المذيبه، عشان الناس تكون يعني عندها الاكسبكتيشن او التوقعات منطقيه، وما يصير هذا الهوجة اللي شفناها لما مثلا حصلت الحالة نفسها مع عودي؟ طيب أقل درجات التحسس أعتقد أن الشخص ما يتحسس، طيب أنه ما يصير له أي ردة فعل. الدرجة الابتدائية اللي هو الإحمرار في المكان نفسه، يعني إحنا نذيب نشوف عملية إحمرار تحصل، هذا أقل درجة. أسوأ درجة اللي يسمونها الصدمة، طيب واللي لا قدر الله بعدين تؤدي للوفاة، يعني ما بقول الناس الآن خوفهم لكن قد تحدث. فلهالسبب احنا لما نشوف اي انتفاخ في الشفايف قد يؤدي، طبعا الانتفاخ في الشفايف معناته توسع في الاوعيه الدمويه وتضخمها، هذا قد يمتد الى الاجزاء الداخليه اللي موجوده عندي في الجسم، فيصير في صعوبه بلع، يصير بعدين عندي صعوبه في التنفس الى اخره. فلازم يعني نخلي نشوف المراجع اللي تحصل معاه الحاله هذه، ان نخليه تحت عيننا مثلا، حتى في نقطه اودي انه لو بتذوب المره القادمه لازم انها ما تطلع من العياده، يعني احنا نقول لا تجي مثلا على الساعه 9:30 اخر مراجعه، ما تبقى احد يشوفك الى اخره، خليك اول واحده، حتظلي معنا ساعتين بعد الاجراء، نتاكد ان امورك كلها طيبه. غالبا التحسس وهذا انا اشوف الميزه انه يطلع على طول، يعني يبرز خلال نص ساعه ماكسيمم وهو موجود. دكتور وانا قاعده اصلا وقت التذويب قاعده تنتفخ وقاعده احس فيها، انا حطيت المنديل كذا سويت، بعدين رجعت مره ثانيه فكيته، الموضوع زاد. كنت تحسي بالم اودي؟ كان في مصابح معها؟ لا شوفي ما كان في الم، بس كان في الم التذويب، حراره التذويب، بس الم كانه الم الانتفاخ هذا لا، يعني حتى لما رجعت البيت ما في نهائي. ما حسيتي بضيق تنفس؟ ما حسيتي باي صداع؟ ما حسيتي باي اعراض اخرى؟ ابدا، كانت مجرد اعراض موضوعيه. وهذا طبيعي انت تمري فيه؟ دكتور يقول لي مو طبيعي. لا بس الفرق عنده انه كان كنترول، يعني هي ما شاء الله تبارك الله نفسيا متهيئه انه بيحصل هذا الشيء. انا صرت اضحك. يا سلام، اتوقع لو مراجعه غيرك حتروح على طول للطوارئ وحتلزم الطبيب انه ينومها، وفعلا راح ينومها اكيد على الحاله هذه، لكن لنا يعني الموضوع صار خلاص، يعني هي متعوده اساسا عليه. طيب دكتور انا هسالك سؤال، قالت اودي، انا كنت متابعه اودي اول باول في هذه الحاله، قالت اودي واستوقفني بصراحه لاني انا ما اعرف اجابته وهطرحه عليك. اودي ذكرت في سنابها، يا جماعه لما تروحوا تحقنوا فيلر اعرفوا اسم الفيلر اللي انتم بتحطوه واكتبوه على ورقه، عشان كل فيلر ممكن يحتاج الى نوع مذيب خاص، انه عشان تكونوا عارفينه ما تغامروا. هل هذه المعلومه لازم اعرفها؟ لان انا بصراحه رحت حقن فيلر وانا ما اعرف ايش اللي حاطه. هذا انا اشوفه اكبر خطا. طيب لهالسبب احنا نلزم المراجعين، اتوقع الموضوع وعي اكثر صراحه في المجتمع عندنا، في امريكا والمانيا كانوا هو يحرص اصلا انه يصور واحنا نعطيه الباركود الى اخره، في السعوديه لا هو واثق في الطبيب اكثر، فما تشوف يقول احنا شارين دماغنا يا دكتور، يعني عارف ما هم يشوفون فلان سوى الدكتور وانه شغل فلانه حلو، مو شرط انه تكون مشهوره، واحده من الناس شافوها في مكان عام، الله شافك حلوه سويتي يعني دكتور فلانيه، فتروح فلانه تسوي عند دكتور فلانيه ما تعرف اصلا مش المواد المحقونه فيه. صحيح. هذا اكبر خطا. لبنى انت صورت الاسبوع الماضي ايش نوع الفيلر؟ لا انا مأمنه لك دكتور. لا بس يعني المفروض انك تصورين. انا مطمئنه معك دكتور. نفس نقطه اودي صح، مو كل فيلر المشكله انه يذاب، يعني في انواع فيلر لا يمكن اذابتها اصلا، فهنا المراجعه حتجلس تقريبا 3 سنوات بنفس الرسمه، تعاني. برافو عليك، وحتعاني من الشكل، وبعض الاحيان حتى تدخل في مشاكل نفسيه اللي هو قله ثقه الى اخر من النقاط هذه. فانا طبعا لما يجيني سؤال ايش اهم شيء اسويه اثناء جلسه اذابه الفيلر، اقولها أنا أحتاج اسم الفيلر، ويفيدني كثير اسم الطبيب اللي قبلي.
طيب، احنا في النهايه هو سوق تجميلي مفتوح في المملكه، كلكم تعرفون بعض. برافو، اعرف بعض، اعرف زميلي ايش يفضل الماده هذه، كيف طريقه حقنه، ايش التريك اللي هو يلجا لها بعض الاحيان، منها انا اعرف هو وين حقن، هل هو حقن عميق، هل هو حقن سطحي، حقن متوسط الى اخره. فمعرفه ماده الفيلر انا اتوقع هو المحور الاساسي قبل الاذابه، فكلامه صحيح. نعم دكتور، حتى ليتك توضح بعد، مو بس مادة الفيلر، حتى مادة الفيلر الشركة المعينة للفيلر في منها أنواع، في منها الخدود، في منها الشفايف، في منها تكون كثافتها ثقيلة، في منها كثافتها خفيفة، تتكلم هذا أكثر عنه. كل شركة فيلر طيب تتعمد أنها تقسم الفيلر إلى أنواع. ممتاز، بناء على هل وجود في مادة مخدرة اللي هو التخدير الليدوكين، واللي ممكن بعض الأحيان حتى الناس اللي يستخدموا فيلر يتحسسوا منه، ومواد خالية من المادة المخدرة اللي تسوي تنمل أثناء الحقن حتى ما يحس المراجع. هذا الخط الإنتاج الأول يكون. الخط الآخر من الإنتاج أنه مادة مخصصة للوجنات، وأيضا مادة المخصصة للوجنات مختلفة، في اللي تعطي كنتور، في اللي تعطي حجم، في اللي تعطي شد. المواد في الشفايف أيضا مختلفة، هل الشفايف صغيرة، هل الشفايف عريضة، هل الشفايف الرغبة الجمالية عند المراجع أنها تكون مزمومة. أيضا منطقة الدقن، بعض المراجعات تقول دكتور أنا ما أبغى أعمل الإجراء كذا مرة، أنا راضي عن النتيجة، ما أبغى الفيلر يروح بعد 9 شهور، عمل لي إجراء يظل معي تقريبا 2-3 سنوات. ممتاز، فهنا نلجأ إلى مواد فيلر مختلفة. فنعم كل شركة عندها خطوط إنتاج، كل مادة مخصصة إلى مادة محددة في الوجه. الإشكالية اللي تصير، وهذه كثيرة صراحة في الرياض، أنه طبعا أنا كنت قبل يومين مع أحد مدراء أو الوكلاء الفيلرز الموجودين في المملكة، فكان يعلمني على قصة أنه طبيبة كانت تسأله أثناء التواصل بالواتساب، تبغى تأخذ منه بس أنه فعلا المادة هذه تستخدم للشفايف، وهي محرمة استخدامها للشفايف. ممتاز، يبدو لنا حقنتها وهي الآن تبغى تشوف غطاء قانوني على الموضوع هذا. إحنا نتكلم أنه المادة اللي مخصصة للوجه، احنا نبغى بروز او نبغى تحديد كيف تحقن في منطقة الشفايف. مادة مثلا نحتاجها في الدقن، كيف تحقن في مناطق اللي موجودة جنب الانف، اللي هي اشياء بسيطة جدا، لازم يكون الفيلر ناعم حتى ما يعطينا التكتل اللي خلينا نذوب، بعدين ممكن تصير ردات فعل حساسية حادة علينا. طب دكتور انا بسألك سؤال الان، وهو سؤال تبعي للسؤال السابق. خلينا نتخيل جاتك مراجعة ما تعرف اسم الفيلر، وانت ما تعرف الدكتور، حقنت خارج المملكه مثلا في مكان اخر، ايش هو البروتوكول الصحي الرسمي السليم اللي يتبعه الطبيب اثناء عمليه الاذابه؟ بالنسبه لي انا اطلب من فريق التنسيق يتواصلون مع العياده اللي هي عملتها فيلر، وفي عندي مراجعات حقنهم في لندن، في باريس، الى اخر من المدن، يتواصلون معهم فريق التنسيق، يطلبون الميديكال ريكوردز تبع الكلاينت نفسها، ويعلموني ايش الماده اللي استخدمت. انا اشوف مغامره انك تذيب ماده انت ما تعرفها. مثلا بعض المراجعات، ومو كل الناس يؤدي والله فاهمه في التجميل كثير، بعضهم ممكن اذا حقن دهون ذاتيه، انا كيف اذوب دهون؟ او كيف اعرض لنفسي مراجع يصير عندها انتفاخ في الوجه، واصلا فكره الاذابه خاطئه لاني ما اعرف الماده ولا اعرف وين مكان الحقن تم، او يعني لو نتكلم بشكل واضح اكثر، العشر سنوات الماضيه، نتكلم قبل 10 سنوات، كانوا في ناس يجون البيوت في السعوديه يحقنون فيلرز. صح. طيب، وهذه اكثر شيء اواجهه في العياده، حتى من استخدام التقنيات الحديثه مثل الأثيرة الى اخره. فاثناء عملي اشوف يعني اتصيد الاماكن انه هنا في فيلر دائم، هنا فيلر. طبعا هي وعدتها اثناء الاجراء قبل 10 سنوات انه مؤقت، راح يروح، راح يختفي. مع الوقت المشكله ان الفيلر هذا ينزل على تحت. فالمراجعه تدخل عند العياده متوقعه انه اصلا فيلر مؤقت. ممتاز. اثناء الالترا ساوند اعرف انه دائم، يعني هذا لا يمكن يصير مؤقت من 10 سنوات. هنا خطر عليك كطبيب صراحه اني اذوب، لانه ما راح يروح، فممكن ردة الفعل تصير عنيفة جدا. طيب دكتور، في الحالة ايش ممكن يكون؟ هل ممكن يكون عملية لانه نشيل الفيلر الدائم؟ الفيلر الدائم اشوف افضل شيء اذا ما عمل اي التهابات او اي مشاكل معك هو تركه وعدم لمسه تماما. ما لم ان النتيجة غير مرضية وبدأت تتسبب اثر نفسي على المراجع، بعضهم هم عملوه كانت النتيجة حلوة، رسمة الوجنات او الشكل الجمالي السي شيب اللي موجود عندها جميل جدا، مع الوقت نزل الوجه أو صار عندها ترحل أو بدأت الخطوط تبان معها في المناطق هذه تحديدا. هنا احنا نقول الخيار الجراحي هو الخيار الأمثل من إزالته، ولكن لازم يكون طبيب متمرس وجراح قوي، والأسماء اللي معروفة في المملكة محددة حتى لمتخصصين في إزالة الفيلر الدائم. يعني ممكن طب ما يسبب دكتور وجود التهابات لو أنه خلته زي ما هو؟ إذا ما عمل التهابات احنا نقول إن شاء الله ما يعمل التهابات. طيب، لهالسبب أنا من الناس وكثير صراحة من خبراء الحقن التجميلي في المملكة ما يلجوا حقن فيلر على فيلر دائم. يعني احنا نقول طالما هو موجود خليه مكانه، فنشوف حيل اخرى، بمعنى انه والله نحاول نشد من مكان او نحاول نعمل الميني فيس ليفت من مكان اخر، ونترك الفيلر يعني نايم زي ما هو، ما نحاول نصحيه، لانه لو حصل التهابات
أنا متأكد أنها تكون أسوأ تجربة تجميلية على المراجعة صراحة. صحيح، صعب تكره نفسها أصلاً لحظتها. دكتور صالح الشاطر استشاري طب التجميل، يعطيك العافية وشكراً لك وشكراً لتواجدك اليوم معنا على هذا التوضيح. الله يحفظك إن شاء الله، شكراً.